دكتور احمد درويش نائب وزير الاسكان. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. حضرتك لخص لنا الوضع دلوقتي في مثلث ماسبيرو. هو زي ما حضرتك ذكرتي، هو المشروع بقاله فتره طويله قوي، يمكن قبل التسعينات، حتى حضرتك قلتي التسعينات بس اعتقد ان هو من قبل كده. ايوه. وما كانش فيه خطوات حقيقيه يعني او واقعيه بتحصل على الارض فعليا. النهارده احنا نزلنا وقعدنا اتكلمنا مع الاهالي، هم 4531 اسره اتكلمنا معاهم على مدار سنه. وعملنا كذا مؤتمر شعبي، وانا نزلت لهم المنطقه كتير واتكلمت معاهم. وفي الاخر عرضت عليهم مجموعه من البدائل. البدائل دي اللي هم اللي عاوز منهم يفضل في المنطقه هيفضل في المنطقه بعد ما تتطور. تكلفه معينه، لان احنا بنلهم بعض الوحدات السكنيه في تكلفه معينه هو هيدفعها. في بديل تاني اللي عاوز ياخد تعويض مادي يخرج بره المنطقه، واللي في البديل الثالث اللي هم عاوزين يروحوا الاسمران. وبرده كان في تجربه فريده او جديده علينا في مصر، ان احنا نزلنا الاهالي واخذنا راي كل اسره في استماره موثقه، وهم اهالي ماسبيرو والمنطقه كلهم يتكلموا معانا، وكل واحد ابدى رغبته. فمن فجالنا حوالي 4200 اسره، في 3100 طلب منهم ياخدوا تعويض مادي، وحوالي 200 اسره قالوا انهم عاوزين يروحوا الاسمرات، والباقي 800 اسره تقريبا قالوا انهم عاوزين يفضلوا عايشين جوه المنطقه. طب حضرتك يا دكتور، في حوالي 331 اسره لم يحدد بدائلها حتى الان، موقف هذه الاسر ايه؟ لا حضرتك، احنا بنشتغل معاهم خطوه بخطوه. مفيش، احنا اتفقنا معاهم مع الاهالي هناك ان مفيش حد هيخرج بره المنطقه غير بمزاجه، مفيش حد هيخرج بره المنطقه غصب عنه. يعني كل اللي خرج خرج بمزاجه وخرج مبسوط، والبدائل كانت يعني مرضيه. طبعا مفيش حد لحد النهارده، ولا حد ولا هيحصل بعد كده ان حد يخرج غصب عنه. كل حاجه بالطريقه، لان هو الموضوع مش اخلاء للمنطقه، هو الموضوع تطوير المنطقه، وهم الاهالي اللي عايشين في المنطقه دول شركاء معانا، شركاء مع الدوله، شركاء مع الحكومه، شركاء مع اصحاب الارض في تطوير المنطقه، بدليل ان اللي عاوز يقعد جوه المنطقه بعد التطوير هي من حقه يفضل قاعد جوه المنطقه بعد التطوير، وهم شركاء معانا. ويعني انا بقول لحضرتك احنا بنقول لهم ممكن تروحوا الاسمرات، بعضهم قالوا لا احنا عاوزين نستنى بعد ثانويه عامه، وبعض فعلا استنينا مع الاسر اللي بعد ثانويه عامه وبعد العيد. فاحنا كل خطوات بتتم بالتنسيق مع الاهالي وبالتراضي، مفيش حاجه هتتم بالغصب ولا يعني مش غير برضا الاهالي ان شاء الله. امتى حضرتك نتوقع اغلاق كامل لملف مثلث ماسبيرو؟ لا اعتقد الموضوع ياخد يمكن 3-4 اشهر كمان. زي ما قلت لحضرتك احنا واخدين الموضوع بالتدريج بالهدوء، يعني مفيش استعجال خالص على الاهالي. لا كل بنشوف متطلباتهم ايه وبنلبيها لهم، وبعد كده نقدر نبتدي في تطوير المنطقه ان شاء الله. الموضوع ده ممكن ياخد له 3-4 اشهر. الشباب بيقولوا لي في الكنترول ان في مفاجاه حضرتك عايز تقولها لنا على الهواء. لا مش حكايه مفاجاه ولا حاجه، بس احنا كنا بنتكلم النهارده برضو ان احنا ان شاء الله بخصوص يعني البحر الاحمر تقريبا. فندم؟ بخصوص البحر الاحمر، احنا ان شاء الله كنا بنتكلم النهارده ان البحر الاحمر هتبقى خاليه من العشوائيات الغير امنه خلال العام القادم. كنا بنفضل المنطقتين وهنبتدي في تطويرهم، فالبحر الاحمر كله هيخصص له يعني مبلغ اكثر من 1.5 مليار، بنبني اكثر من 4500 وحده سكنيه في البحر الاحمر بمدن مختلفه اغلبها على وشك الانتهاء. احنا بنشكر حضرتك وبنشكر وزاره الاسكان، لانه الحقيقه احنا ما شفناش المجهودات دي قبل كده، واضح انه فيه اهتمام كبير بملفات كتيره. بنشكركم طبعا على المجهود ده.